هددت الولايات المتحدة الأمريكية النظام السوري بعقوبات غير مسبوقة وبالعزل على غرار ما تم التعامل به مع الإيرانيين في حال عرقلة دمشق العملية السياسية التي من شأنها إنهاء حالة الصراع التي تعيشها البلاد منذ قرابة 8 أعوام. تتزاحم الملفات والتصريحات في القضية السورية، وفي جديدها هددت الولايات المتحدة نظام الأسد بفرض عقوبات مشددة وعزلة استراتيجية إذا عرقل الأسد العملية السياسية الرامية لوقف الحرب في سوريا. وقال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعس نظام الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وأضاف جيفري إذا فعل النظام ذلك نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015 بعقوبات دولية مشددة، مشيرا إلى عقوبات فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي. وأكد المسؤول الأمريكي أنه حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي، ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها. واعتبر جيفري أن اتفاق سوتشي حول إدلب وإسقاط قوات النظام طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا. يذكر أن جيفري مكلف من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن بالعملية السياسية في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم داعش بالتنسيق مع حليفتها في محاربة الإرهاب قوات سوريا الديمقراطية. ويشار إلى أن المجلس فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي مستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا. وكان وزير خارجية النظام التركي مولود تشاويش أوغلو اعترف في وقت سابق بوجود خلافات حول تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا. وكانت وفود الدول الضامنة لمسار أستانا المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران قررت خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف قبل نحو أسبوعين تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية. يشار إلى أن مجلس الأمن كلف المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بصياغة اتفاق سياسي للتسوية في سوريا يتضمن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. ودعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي مستورا مؤخرا للإشراف على صياغة مشروع دستور سوري جديد في أسرع وقت، وطلبوه أيضا برفع تقرير لمجلس الأمن حول مدى التقدم المحرز في سوريا قبل 31 من أكتوبر المقبل. والحديث أكثر حول هذا الملف يسعدني أن أرحب بضيفتاي معي من الرياض الأستاذة مرح بقاعي أكاديمية ورئيسة حزب الجمهوري السوري، ومن واشنطن الأستاذة هديل العويس صحفية وباحثة سياسية. ضيفتاي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذة هديل لو أبدأ من عندك، مساء الخير. نعم مساء. يعني حقيقة الولايات المتحدة تهدد الأسد أما بالعملية السياسية أو العزلة والعقوبات؟ نعم، الآن نحن أمام إدارة أمريكية تريد أن يكون لها سطوة في الموضوع السوري، تريد أن يكون لها دور أن تستخدم الليفرج والقدرات الأمريكية لتتوصل إلى حل عادل للشعب السوري على الأقل. ورأينا يعني لمدة 8 سنوات الماضية كان هناك إدارة لا تأبه، لا تضع أي ضغوطات، أي نوع من الضغوطات على نظام الأسد لتتوصل معه إلى بعض المكتسبات السياسية. اليوم نحن أمام إدارة تملك استراتيجية تقول أنها ستبقى في أغنى المناطق السورية، ستعمل على الإسهام في جلب إسهامات عربية وأوروبية لإعادة إعمار هذه المناطق. هذه كلها ضغوطات على الأسد طبعا، مع شروط واضحة بأن كل تمويل إعادة الإعمار لن يذهب لمناطق سيطرة الأسد وإيران. هناك ضغوطات تطبق على نظام الأسد باستمرار، بداية لتوصل لحل يعني سلمي وسياسي يضمن لكل الأطراف يعني تأثير سياسي عادل في سوريا. ولكن من جانب آخر، السبب من أسباب الضغوطات التي يتم تطبيقها على نظام الأسد هي لجعله عنصر فاعل في تطبيق الاستراتيجية الأمريكية الأعرض والأهم، واللي هي أولوية عند الإدارة الأمريكية من ناحية السياسات الخارجية، وهي تخفيف نفوذ إيران في المنطقة. تريد أمريكا أن
ترى الأسد مجبر على التخلي على النفوذ الإيراني، تريد أن تخيره بين أن يبقى جزء من المنظومة الدولية وبين أن يبقى متماهي مع إيران، ولذلك نجد ضغوطات ونجد استراتيجية أول مرة منذ سنوات طويلة أمريكية داخل سوريا. نعم، أذهب إلى الرياض لأرحب بضيفتي من هناك. دكتورة مرح، مساء الخير. مساء النور. لماذا في هذا التوقيت بالذات، يعني دلالات اختيار هذا التوقيت للتصريح مثل هكذا، تصريح للولايات المتحدة وتهديدها للأسد بأما العملية السياسية أو العزلة والعقوبات؟ نعم، هناك أثر هو أن يعني سوريا دخلت أنتي مرتد استحقاقات سياسية وتغيير الميدان رافقه حراك سياسي، يعني سوريا ومن أجل سوريا لم نشهده من فترة طويلة بالتوقف جنيف 8. آخر حراك كان في جنيف 8 وبعد ذلك توقف كل الحراك السياسي نتيجة الوضع الميداني، والآن نتيجة الوضع الميداني الجديد هناك استحقاقات سياسية وأمريكا تعمل على الدفع. طيب دكتورة دكتورة مرح حقيقة. نعم دكتورة مرح، الصوت رديء جدا ويتقطع، اسمحي لي أن أعود إلى هديل. هديل، يعني الآن كما فهمت من دكتورة مرح بأن هناك واقع جديد واصطفافات الآن بعد الإعلان عن أكثر من اتفاق والحديث عن موضوع صياغة لجنة الدستور، كل هذه المعطيات هل هي من دفعت بالإدارة الأمريكية لاتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت والتهديد بشكل مباشر لدمشق؟ سبب أخذ الإدارة الأمريكية لهذا القرار هو مثل ما قلت، يعني الضغوطات على الأسد هي جزء من السياسة الأكبر للضغط على النفوذ الإيراني. أمريكا تريد علاقات أفضل مع حلفائها التاريخيين في المنطقة الذين يخشون يعني إلى حد كبير من النفوذ الإيراني، من وجود حزب الله جديد في سوريا، من توسع نفوذ حزب الله في لبنان، وبالتالي هذا كله جزء من الضغوطات على إيران. ولكن أيضا مثل ما قالت السيدة مرح، الواقع الميداني غير الأمور وشجع أمريكا على أن تأخذ دور أكبر فاعل في سوريا، وطبعا لأنه بالطبع روسيا ريحت أمريكا من مهمة مقاتلة ميليشيات أمريكا لا تقدر أن تدعمها، تراها متطرفة. الرئيس ترامب كان يسمي وصف ما سماه بمقاتلي الحرية في سوريا أو الفصائل التي تقاتل وتستخدم السلاح لتسقط نظام الأسد، وصفهم قال أنه هو يرى أنهم يتمنون أن هؤلاء يكون فكر متطرف ويتمنون أن يقتحموا الأبراج الأمريكية بالطائرات، فهو لا يراهم أصدقاء، وبالتالي روسيا خلصت أمريكا من مهمة مقاتلة هذه الفصائل، وبالتالي أمريكا تعمل اليوم على بيئة يعني فيها أقل توتر من ناحية النزاع المسلح. في نزاع مسلح أقل اليوم في سوريا بدون شك، معظم المناطق يعني تم إخلاءها أو تم من الفصائل المسلحة. طيب هنا مربط الفرس هديل، التوصل إلى هديل اتفاقيات سياسية. نعم، يعني مثل ما بيقولوا، خليني أقطعك بسكرة، هنا مربط الفرس الآن، يعني باتت الأمور والميدان وكل المعطيات هي لصالح دمشق بطبيعة الحال وموسكو. يعني دلالة هذا التوقيت ألا يختلف مع الواقع الميداني على الأرض؟ نعم، هو هذا التوقيت الأسد صحيح أنه يعني تم استعادة، لم يبقى معارضة في كل المناطق، ولكن لو نراقب اللهجة العالية اللي كان يتحدث فيها جمهور الأسد أننا سنذهب إلى إدلب وسنسحق المعارضة، كل هذا لم يحدث. يعني بالنهاية تبين أن الأسد نفوذه جدا بسيط في على الأرض، وأن من يقرر هم الروس، وأن أيضا روسيا يعني تذهب وتلتقي مع نتنياهو بانفتاح كامل وتنسق معه بانفتاح كامل. لا نقدر أن نقول أن الأسد منتصر، المعارضة خسرت نعم، ولكن هذا لا يعني أن الأسد انتصر. هناك ضغوطات كثيرة تطبق على الأسد، هناك فرصة تاريخية لا شك
قد يقدر الأسد على استغلالها، ولكن لا أعتقد أن هذا النظام قادر أن يتغير، لأن تغيره منذ البداية كما كنا نقول منذ بداية الثورة تغيره مرهون بانهياره. وبالتالي هذا النظام إذا الآن حاول أن يبعد إيران، لا أعلم يعني كيف سيكون الحال إذا روسيا نفسها تقول أنه من الصعب أن نبعد إيران، ولكن بطبيعة الحال الواقع تغير لصالح أمريكا. الآن كل الأطراف يعني قلقة من الدور الأمريكي جدا، رأينا وليد المعلم قلق من الدور الأمريكي عبر كلماته في الأمم المتحدة، أيضا تركيا قلقة لأنه هناك الآن منطقة جديدة يعني في شرق الفرات تنهض طيب هديل وتستقطب الكثير من اللاجئين، هذا يزعج تركيا كثيرا أيضا. طيب هديل، يعني أشرنا على موضوع المعطيات الميدانية، ولكن منذ بداية الأزمة في سوريا لم تفلح كل الجولات لخلق جو وتهيئة جو للحديث عن عملية سياسية، يعني ما كان في حتى قبول كل طرف للآخر، يعني هل بعد كل هذه التغيرات على الأرض والميدان سيقبل الأسد أو النظام في دمشق بإنشاء عملية سياسية بشكل أو بآخر؟ هو ليس يعني لا يملك خيارات كثيرة، ها هو قال سنذهب إلى إدلب، هناك تصريحات لأعضاء في مجلس الشعب السوري أنا رصدتها في تويتر قبل، كانوا يؤكدوا 100% سنذهب إلى إدلب عبر معركة عسكرية وسنأخذ إدلب بالكامل. ها هو الأسد لا يقدر أن يفي بوعوده ويفي بكل ما في خيال يعني جمهوره يحققه، هذا الأمر غير ممكن. الآن الواقع السياسي مختلف، لم يكن هناك دور أمريكي، كانت روسيا تذهب بالمعارضة إلى جنيف ولا يذهب وفد النظام ولا يجلس مع المعارضة ولا يعطوا أي أهمية للمعارضة، لأن روسيا كانت يعني مثل ما نقول أكلت جو بالموضوع السوري. الآن لم تعد روسيا الوحيدة، أمريكا الآن لها دور، وليس فقط لها دور، سيكون لها دور أساسي في أهم هدف عند المجتمع الدولي بالنسبة للموضوع السوري، وهو إعادة اللاجئين. مناطق النفوذ الأمريكي اليوم هي أصبحت ملاذ آمن لمئات الآلاف من اللاجئين، يعني حتى أنه صارت متنوعة جدا فيها طيب. العرب والكرد والمسيحيين وكل الناس تلجأ إلى هذه المناطق، وبالتالي هذه كلها تضع ثقل بأمريكا وأوراق بيد أمريكا لتحرك الحل السياسي بطريقة أكثر عدلا. طيب أستاذة هديل، يعني مع حفظ الألقاب أنا من بداية الحلقة عم قل لك هديل بحكم المهنة، يعني زميلة لنا حضرتك، يعني أستاذة هديل، يعني الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية في مؤتمر سلام سوري في سوتشي، كان النظام موافق على اختيار دعينا نقول عدد المطلوب 50 شخص من قبل السيد ديمستورا، وافق في بداية المطاف ومن ثم أعلن رفضه لهذا الأمر. الآن كيف ستتعامل أمريكا والدول المعنية بإيجاد لجنة لصياغة الدستور مع هذا الرفض؟ بصراحة يعني أرى موضوع كل لجنة تشكيل الدستور وموضوع وضع الدستور هو موضوع بيروقراطي وطرح، يعني طرح هو مرحلي فقط، لا أعتقد أن هذا يؤسس لشيء حقيقي في سوريا. الآن في سوريا لا نملك عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المناطق، يعني أنت تحتاج إلى فيزا تقريبا لتسافر من منطقة إلى أخرى في سوريا، فلا أعرف كيف سيتم وضع دستور ويتم تطبيقه على جميع الدستوريين. ما نحتاجه الآن هو عقد اجتماعي يفهم السوريين ما لهم وما عليهم، من معهم ومن هو ضدهم، وأن تكون المصالح والأولويات السورية أولوية عند السوريين. وعند هذا يعني لا أعتقد أنه نحن الآن أمام أي مناخ مؤاتي لتشكيل دستور. يعني أمريكا تقول أنها لا يوجد إعادة إعمار لمناطق النظام، ووليد المعلم يقول أن أصدقائهم فقط سيعمروا مناطقهم، أصدقائه اللي أصلا يتحينون الفرصة لتنهض سوريا ليبدأوا بجني المكاسب وخاصة إيران. وبالتالي لا أظن أننا في وقت مؤاتي لتطبيق هكذا فكرة، يعني فكرة وضع دستور، ولكنها قد تكون يعني لبنة أولى لأفكار متعددة توضع. وبأي حال من الأحوال مجرد أن النظام يعني يبدأ بأن يخطو خطوة باتجاه أنه يكون مجبر على الجلوس مع مناوئيه والاتفاق على المستقبل معهم فهذا شيء إيجابي بالنسبة للسوريين. طيب أستاذة هديل، يعني هذه العقوبات أو التهديد الأمريكي حول العزلة التي سيفرضها الرئيس الأمريكي من خلال هذه الإجراءات على الأسد، هل هي عدم تشجيع شركات الذي تفكر بموضوع إعادة الإعمار كما أشرت حضرتك، وهناك من المعلوم رفض من قبل الدول الغربية وأمريكا البدء بأي حديث عن موضوع إعادة الإعمار قبل الحديث عن العملية السياسية في سوريا؟ لا
نعم، هذه العقوبات جزء منها أصلاً تلحق بنظام الأسد لأنه صديق لإيران. كل من سيضع يده بيد إيران اقتصادياً أو عسكرياً أو استخباراتياً ستضربه العقوبات. من هذه الناحية ستضرب العقوبات المشددة أكثر اليوم سوريا، ولكن أيضاً هذه العقوبات مثل ما ذكرت هي بسبب مسألة إعادة الإعمار. الرئيس ترامب بنى إرثه وبنى سياسته الخارجية على أساس انتقاد الرئيس أوباما لأنه ترك العراق ملاذاً آمناً لإيران، وموارد العراق صارت بيد إيران بعد أن خرجت أو خف النفوذ الأمريكي. ما تستهدفه اليوم إدارة ترامب في سوريا هي أنها لن تسمح لإيران أن تستفيد من يعني ليرة سورية واحدة من أموال إعادة الإعمار. وهي تقول لإيران اليوم أنك أفلست شعبك وأفلست بلادك للذهاب بمغامرات عسكرية في سوريا وغيرها، هذا لن يجني لك أرباح ولن يعود بالخير على إيران بأي حال من الأحوال، ولن يكون هناك مكاسب اقتصادية. أستاذة هديل، نعم أستاذة هديل، يعني من الملفت في حديثك أن الموضوع، أشرت بأن الموضوع هو في بعده يستهدف إيران من خلال هذه التصريحات. هل هذا الأمر بات استراتيجية حقيقية لدى الولايات المتحدة؟ من المعلوم بأن السيد جيمس جيفري المسؤول الأمريكي حول الملف السوري أكد بأن بلاده لن تسحب قواتها من سوريا في حال وجود أي عنصر إيراني أو محسوب على إيران. هل هي بالفعل استراتيجية بدأ تطبيقها بأكثر من وجه وأكثر من طريقة الآن؟ هي استراتيجية يعني جدا متجذرة في سياسات إدارة الرئيس ترامب. مثل ما قلت، هو قضى كل أيام حملته وهو يلوم الرئيس أوباما لأنه سحب من العراق وترك المجال لإيران. حتى حين كنا نسمع عن أنباء عن خروج القوات الأمريكية من سوريا، أنا أكدتها على أكثر من 5 قنوات تلفزيونية أنه لن يكون هناك خروج للقوات الأمريكية، لأن إبقاء القوات الأمريكية في سوريا وفي شرق الفرات تحديدا هو أمر يعني يقع في صلب سياسات إدارة الرئيس ترامب. وحين أطلق الرئيس ترامب هذا الوعد أطلقه على سبيل شعبوي وعلى سبيل إرضاء يعني بعض الجمهور الذي لا يرغب بأن يرى الأمريكيين يقاتلون في دول أخرى. ولكن سياسة البقاء في سوريا، سياسة منع الميليشيات الإيرانية ومنع نظام الأسد ومنع حتى المرتزقة اللي تعتمد عليهم تركيا للذهاب إلى مناطق سوريا واستحواذ عليها، كل هؤلاء سيكونوا ممنوعين عبر هذه السياسة الأمريكية من أغنى منطقة سورية بالثروات النفطية والزراعية وغيرها، وهي شرق الفرات. ضيفتي من واشنطن الأستاذة هديل عويس، الصحفية وباحثة سياسية، شكرا لك على كل الإيضاحات وعلى تلبية الدعوة، والشكر موصول للدكتورة مرح البقاعي رئيسة الحزب الجمهوري السوري. مشاهدينا، موعدنا تجدد على رأس الساعة.